لمنتخبنا الوطني الأول وطريقة لعب منتخب كينيا أمام منتخب مصر في أولى المباريات الرسمية لكابتن حسام البدري. يمكن طبعا التشكيل حتى كمان تم اعلانه بتاع منتخب مصر، يمكن كابتن حسام البدري بيلعب 4-2-3-1، كهربا كمهاجم وهمي بيحاول ان هو برده نفس فكر فايلر مع النادي الاهلي ان هو بينزل يسقط زي جونيور اجايه كده، هتبقى نفس الفكره ان الثلاثه اللي جايين من تحت اللي هو قفشه، حسين الشحات، تريزيجيه. طبعا بالتوفيق النهارده لمنتخب مصر. منتخب كينيا يمكن حصل تغيير، مسكهم المدرب فرانسيس، مدرب كيني ده مسكهم بعد كاس الامم الافريقيه الاخيره. هم بيلعبوا دايما بال 4-5-1، ايوه طريقه لعبهم. الحارس باتريك ده بيلعب في سان جورج الاثيوبي، الاثنين المساكين واحد في كينيا وموسى محمد في نكان الزامبي. الباك اليمين بيلعب في جور ماهيا الكيني، برضو الباك الشمال عبود حاليا بدون نادي. يمكن هم بيلعبوا 4-5-1، الثلاثه الارتكاز فيكتور ونياما نجم توتنهام الانجليزي، جوهانا ده بيلعب في سيركل بلوج البلجيكي، ودينيس. والاجنحه طبعا ايوب ده واحد من اهم اللعيبه اللي هو رقم 7 في منتخب كينيا، ده لعيب بيلعب في الدوري الصيني، لعيب حريف جدا. والناحيه الثانيه ايريك، وقدام مايكل اولونجا اهم واحد من اهم اللعيبه، المهاجم التارجت طوله 193 سم، مهاجم يعني طويل جدا. 12 و7 و14 مظبوط، هم دول اخطر ثلاث لعيبه، والثلاثه كمان يمكن فيكتور ونياما كلنا عارفينه بيلعب في توتنهام الانجليزي وقيمته التسويقيه 15 مليون يورو. لكن مايكل اولونجا ده محترف في الدوري الياباني، في الدوري الياباني اللي هو المهاجم، مهاجم طويل مميز قوي هو بالضربات الثابته وضربات الراس والضربات الركنيه. ايه التكتيك او ايه التنظيم الدفاعي بتاعهم عامل ازاي؟ اهم حاجه النهارده منتخب كينيا هيبقى غالبا في اغلب الوقت عايزين نشوف شكل الحاله الدفاعيه بتاعتهم بيبقى عامل ازاي، لان هو اغلب الوقت بيبقوا عاملين بنبص هنلاقي ان التنظيم الدفاعي دايما بيلعبوا بال 4-5-1، هنلاقي ان اولونجا هو اللي بيضغط. ده كان مباراتهم قدام السنغال في كاس الامم، كولوبالي طبعا بيحضر الهجمه في منتخب السنغال، اولونجا بيضغط عليه والاربعه هم في وسط الملعب والخمسه في وسط الملعب والاربعه ورا. فده يمكن طريقه دفاعهم كالمنظم، طبعا بيبقى فيه مساحات ورا الاثنين الارتكاز دول تحديدا يقدر يستغلها محمد مجدي قفشه في نوعا ما الخطوط متباعده. الصوره اللي بعدها برضه هنبص نلاقي ان هم عندهم مشكله، اهم مشكله في منتخب كينيا النهارده المساحات اللي ورا الباك اليمين اللي يقدر يستغلها محمود حسن تريزيجيه، يقدر يخرج كرجل للمباراه من خلال المساحات دي. لو بصينا ده هدف مثلا في شباك كينيا في قدام تنزانيا في كاس الامم، بص حضرتك المساحه قد ايه، بص التغطيه، بص كينيا اللي لابسه احمر عشان الناس تكون مركزه، كينيا اللي لابسه احمر اللي هم الثلاثه المدافعين اللي ورا، واللي عليه السهم هناك ده مهاجم تنزانيا اللي هو سماتا، الكره بتتلعب له مساحه فاضيه وجا منها هدف. فاذا عندهم ثغره في الحته دي. الصوره اللي بعدها برضو نفس الصوره قدام مين؟ قدام منتخب الجزائر. قدر من خلالها رياض محرز اتلعبت في المساحه اللي ورا الباك اليمين عملها عرضيه، او اسماعيل بن ناصر عملها عرضيه لرياض محرز نفس الهجمه. اذا عندهم مشكله واضحه وار في المساحه، يقدر النهارده يستغلها مين؟ محمود حسن تريزيجيه ممكن يكون واحد من نجوم المباراه في الحته دي تحديدا. وبرده عندنا الباك ليفت ممكن عبد الله جمعه باختراقاته في الحته دي يفرق، الجبهه دي تحديدا ممكن تكون سر فوز منتخب مصر الاول النهارده ان شاء الله على كينيا. نبص برده بعد كده على الصوره اللي بعدها هنلاقي يعني برضه في صورة معنا. في برضه لقطات لاولونجا المهاجم، اولونجا ده واحد من اهم اللعيبه. لو بصينا بقى على مين اخطر ثلاث لعيبه اللي حضرتك اتكلمت عنهم اللي هم اخطر ثلاث لعيبه، اخطر ثلاث لعيبه في منتخب كينيا، فيكتور ونياما وايوب تيمبي ومايكل اولونجا. فيكتور ونياما 28 سنه بيلعب لاعب ارتكاز في توتنهام الانجليزي، المشاركات الموسم ده مشاركتين، طبعا هو لاعب قليل في الدوري الانجليزي الموسم ده. عدد المشاركات الدوليه هو كابتن الفرقه 52 مباراه دوليه، ايوه مسجل كام هدف دولي؟ 7 اهداف، قيمته التسويه 15 مليون يورو. اللعيب الثاني اللي هو ايوب تيمبي اللي هو الجناح اللي هو بيلعب في الصين اللي هو هيبقى بيستغل المساحات اللي ورا عبد الله جمعه، لعب السنه دي في الدوري الصيني 12 مشاركه، مسجل هدفين وصانع هدفين. لعب كام مباراه دوليه؟ 14. عدد الاهداف الدوليه 4، قيمته التسويه ده ثاني اغلى لاعب 900 ألف يورو. ايوه ثالث لاعب وده انا بعتبره واحد من اهم اللعيبه او ممكن يكون اهم لاعب اللي هو مايكل اولونجا المهاجم الطويل ده اللي هو بيلعب في كاشيوا الياباني، سنه 25 سنه 29 مشاركه، مسجل كام جون؟ 19 هدف، رقم كبير. 19 هدف في الدوري الياباني و7 اسيست. عدد المشاركات الدوليه 21 مباراه دوليه، مسجل دولي عنده اكتر لعيب مسجل اهداف دوليه في المنتخب دلوقتي 10 اهداف دوليه، قيمته التسويه 700 ألف يورو. يمكن دول اهم ثلاث لعيبه في منتخب كينيا النهارده قدام منتخب مصر، واثروا بشكل كويس مع منتخب كينيا في كاس الامم الافريقيه.
ما كانوش يعني كانوا متواجدين، كانوا موجودين طبعا بشكل ايجابي. كانوا في مجموعه صعبه اللي فيها السنغال والجزائر اللي هم وصلوا اصلا نهائي كاس الامم الافريقيه. طيب هل مع تغيير فرانسيس كيمانزي للمدير الفني بعد بطوله كاس الامم الافريقيه، هل من الممكن ان نرى اسلوب مغاير لمنتخب كينيا؟ دي هتبقى حاجه غامضه بصراحه الكابتن حسام البدري، ان انت اول مباراه هتقعد تشوف مباريات، انت على الاقل عشان تذاكر الفرقه لازم تذاكر 3 ماتشات، فالثلاث ماتشات دول في كاس الامم، المدرب جاي بفكر جديد، هل هيلعب ب 4-5-1 زي ما كان بيلعب، ولا هل ممكن مثلا يفاجئ؟ اعتقد بعد العناصر. نفس العناصر، وبعد كده بعد اول 10 دقائق الدنيا كلها بتبان هتبقى باينه. عموما كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الاول.